السلام عليكم متتبعي قناة الحميدي. اودي اش اخباركم مع هذا الحجر الصحي؟ واش نتوما مزيان؟ واش صحتكم بخير؟ كتاكلوا مزيان؟ الخلعة ما فيكمش؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي يهز علينا الوباء هذا وان شاء الله نرجعوا لحياتنا الطبيعية. اذا مرحبا بالجميع في هذه الحلقة من فقرة نسولك وجاوبني. ان شاء الله النهار غادي نكونوا مع السؤال، اعتقد السؤال الخامس. طبعا السؤال الخامس، اذا فالسؤال الاول، ما هي عناصر الاساليب اللغويه؟ عناصر الاساليب اللغويه. ثانيا، رتب هذه الخصائص الفنيه للقصيده. عندنا الخصائص الفنيه تنهضروا يعني مباشره، تنقصدوا الاساليب والصور الشعريه والبنيه الايقاعيه. رتبوها ليا من الاول والثاني والثالث. طبعا كاين اللي غادي يقول لي هاد السؤال هذا فين تيتعطى، فهو كيتعطى في السؤال التالي، رصد خصائص النص الفنيه وابراز وظائفها بالتركيز على الايقاع والاساليب. اذا هنا تيتعطى الاساليب. الاخوان كاين شي وحدين ما تنجاوبهمش لان ما يمكنش نجاوب كل شيء، فالجواب الصحيح راني تنثبتو في التعليق. الناس اللي مثلا تيدخلوا تيشوفوا الفيديو معطلين، فالجواب الصحيح غتلقاه مثبت في التعليق. واضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.